المشكله ديال الزلازل تخدم التوقيت الدولي يعني توقيت غرينتش. ها هي الهزه هي هذه عاود فين تسجلات هذه بالضبط؟ هذه تسجلات في النواحي ديال الزيلاند. اليوم ملي كانت الهزه الهزه الزلزاليه ملي كان الزلزال ديال المنطقه ديال ازيلال ديال الزيلال رجع عاود ثاني رجع النقاش وهذا طبيعي رجع النقاش ان خاصه عند المواطنين اللي حسوا بالهزه اللي كان فيها تقريبا 5.1 4.9 ماشي مشكل المهم اننا في النطاق ديال 5 يعني ان في المنطقه اللي عرفت الهزه غادي يحسوا الناس مزيان وغادي وطبيعي انهم غادي يتخلعوا ويكون شويه ديال الهلع ولا بانيك وهذا طبيعي ولكن رجع عاود الكلام والحديث حول الهزات الزلازل والهزات بالخصوص الارتداديه لي ريبليك لي سكوس ريبليك واش هادين سكوس ريبليك ولا زلزال بوحدو ولا هذا اذا هاد المسائل هذه كاملها هاد النقاط غادي نحاولوا نشوفوها من خلال هاد الصبورات التوضيحيه التي نستعملها كأدوات ديال التحسيس مع المواطنين والمواطنات وخاصة مع الجمهور المدرسي. إذا تنشوفوا هنا الزلزال ديال الحوز ديال 8 شتنبر 2023 اللي كان هو واحد الزلزال كبير لو وصلنا للسبعة على سلم ريشتر أو فتناه المهم احنا في النطاق ديال سبعة على سلم ريشتر اذا هزه زلزاليه كبيره اذا من الطبيعي انها غادي تكون متبوعه بهزات ارتداديه دي ريبليك من بعد اللي طبيعي جدا ان هاد الهزات الارتداديه انها تدوم واحد المده على حساب ما تنعرفوش وهذا الشيء اللي قلت للسي سعيد هو ان علم الزلازل ماشي واحد العلم اللي مضبوط فيه واحد يتحمل واحد الهوامش ديال الخطا وديال عدم الدقه ونشتغل بها نقبل عليها ونشتغل بها. اذا شحال غادي يجلسوا هاد الهزات الارتداديه الله اعلم. الهزات الارتداديه حتى هي زلازل بحال الهزه الرئيسيه اللي وقعت في ال11 في الساعه 11 و11 دقيقه وصفر واحد ثانيه هي زلزال والهزات الارتداديه الاخرى حتى هي زلازل حتى هي غادي تحرك الارض وحتى هي يمكن تكون صعبه ولكن على العموم تكون اقل من الهزه الرئيسيه من الرعشه الرئيسيه اللي كان فيها سبعه ما غاديش نقولوا واحد 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 الهزه ارتداديه غادي يكون حتى هي عندها سبعه ولا تفوت سبعه. تذكروا مزيان الزلزال ديال 6 فبراير 2023 في تركيا اللي الهزه الرئيسيه كان فيها 7.8 ومن بعد واحد 10 السوايع ما كملاش 10 السوايع جاتنا هزه ارتداديه جاتنا ان ريبليك ديال 7.5 على سلم ريشتر. اذا حتى 7.5 هو الزلزال ديال اليابان البارح كان فيه 7.5 شفتوا شنو دار. اذا شفتوا في تركيا في الاناضول هزه ديال 7.8 من بعد ما واحد الوقت جاتنا هزه ديال 7.5 7.5 راه زلزال قوي كذلك. تذكروا في الحوز راه كانت عندنا غير 7.5 حتى هي غادي دير الخسارات غادي دير بزاف ديال والحاجه اللي قريبه تطيح غادي تكمل عليها غادي تكمل على العمل ديال الاولى. اذا احنا هنا عندنا الله يحفظ هذه الهزات الارتداديه كامله عندها قوه ضعيفه بين ثلاثة بين يلا هذيك الأولى اللي جات 20 دقيقة إلا تذكروا الناس تذكروا المشاهدين 20 دقيقة من بعد يعني في 11 ونص تقريبا جات الهزة الارتدادية الأولى اللي كانت شوية قوية كانت فيها خمسة في الحوز. تنقولوا الحوز لأن البؤرة كانت في الحوز أما راه الأقاليم اللي تصابت بسميتو بالخسارات وهذا راه أكثر من الحوز راه كاين تارودانت كاين ورزازات كاين أمزميز كاين شيشاوا كاين واحد خمسة الأقاليم ولا ستة اللي عرفت الخسر. دابا بقى لينا هاد الهزات الارتدادية واش الظلال نحسبوها مع الهزة الارتدادية ولا لا؟ أظن
شويه مساله معقده. الزلزال حنا دابا الا شفنا الزلزال ديال الحوز، لان ما هي الهزات الارتداديه؟ الهزات الارتداديه هي اللي تتجي من بعد الهزه الرئيسيه، ولكن البؤر ديالها تتكون حدا الهزه الرئيسيه نيت، فهذيك المنطقه نيت. دابا حنا راه بعيد الازيلار، راه حنا في الشمال الشرقي ديال الحوز، يعني بعاد واحد شويه، بحال الهزه اللي وقعت في 27 دو جانبير في خريبكا. واش الهزه الارتداديه؟ بان بانها زلزال اخر عادي ماشي. اذا تم هنا في منطقه الزلال كاين ملتقى، كاين تقريبا احنا في الحدود ديال الاطلس الكبير مع الاطلس المتوسط، وبالتالي طبيعي ان الهزه الكبيره اللي شهدها الحوز انها تحرك جميع القصور الاخرى. وهنا عندنا منظومات ديال القصور، ملي تنقول الكسر او الفوالق يعني القصور اللي تتحرك وتتعطينا الزلزال، اللي تتسبب في الزلازل. يعني كاين ماشي غير واحد ولا جوج ولا ثلاثه، كاين عائلات ديال القصور. اذا ملي تحركت، ملي كانت الهزه الرئيسيه الكبيره في 8 شوتنبير، هذه الهزه نتج عليها انها غادي تحرك جميع القصور الاخرى، غادي تضغط عليها هذا الزلزال الرئيسي، غادي يولد حتى هو ضغط على هذه القصور اللي غادي تبقى على حسب النوع ديال كل كسر وفين كاين، وهذا غادي تبقى تحرك حتى هي مره تحرك شي وحده من هذه القصور. تماما اللي يمكن نشبهوه لبيت العنكبوت، نتصور لنا واحد البيت العنكبوت فيه هذوك الخيوط، وهذوك الخيوط كاملهم قصور. ملي تيتحرك واحد الخيط تيحرك كاع هذوك الاخرين. هذا غير مجازا باش المشاهدين يفهموا. اذا نحن امام واحد الوضعيه ديال الهزات الارتداديه، يمكن جوج ديال الحوايج، يمكن هذه الهزه الارتداديه تكون ناتجه مباشره على الزلزال الرئيسي الاول، او ان هذا الزلزال الرئيسي يحرك منظومه ديال الفوالق بعيده عليه شويه وتتبقى تتجاوب كل مره كل نهار، ما عرفناش امتى وما عرفناش باي قوه وما عرفناش امتى غادي يوقف هذا الشيء. طبيعي الزلزال ديال اكادير في 1960، كاين مؤرخين ديال علم الزلازل وعلماء ديال الزلازل بشكل عام، اللي بقاو اللي قالوا بان سميتو الهزات الارتداديه بقات حتى في 70 حتى 73، يعني اكثر من 10 سنين. اذا الهزات الاخرى ما غاديش يحسوا بها الناس لانها ضعيفه بزاف. يلا مره تتبان بحال هذه اللي هي يعني في لا ليميت ديال الهزه الارتداديه، رغم ان ما عندهاش البؤره في الحوز، بعيده شويه على الحوز، على المنطقه ديال الهزه الرئيسيه الاولى. ولكن طبيعي ان لا جنوب المنطقه البؤريه اللي في يغيل وهذا السيل، وهذا لا في الجنوب ديالها لا في الشمال ديالها، احنا الان بصدد الشمال ديالها، الشمال الشرقي الزلال، لا بد مره يتحرك واحد الفوالق من الفوالق اللي هي كثيره ومعروفه نسبيا، كاين الاغلبيه ديالها معروفه، كاين اللي مدروسه مزيان، كاين اللي مدروسه ماشي بزاف، ولكن على العموم هاد الشبكه ديال الكواصر ديال القصور اي الفوالق راه غتبقى تحرك مره بسبب الضغط اللي ولدوا الزلزال الرئيسي ديال 8 شوتنبير. الخطوره ديال يمكن يكون هاد الهزات هادو غادي نعتبروها حنا باش نتهناو، غادي نعتبروها زلازل مستقله براسها. جانا واحد الزلزال اليوم في الزلال، حنا كمواطنين كناس اللي عايشين في ديورنا وهذا في السبعه في هذيك 8:30 تقريبا ديال الصباح، اشنو غادي نديروا الا تحركت الدار؟ غادي نتصرفوا بحال اي زلزال، غادي نحميو ريوسنا، الا كاين شي حاجه ندخلوا تحتها نحميو ريوسنا، ما كاينش غادي نمشيو للزوايا ديال الغرف اللي هي مامنه اكثر من الوسط، وملي نخرجوا نمشيو للمناطق اللي مفتوحه اللي ما فيهاش شي حاجه اللي تطيح علينا. وإلا كان عندنا غرف، كان عندنا مثلا واحد المطبخ مسدود وهذا، نسدوا البوطه باش لا تقطع علينا التيو ديال البوطه وتجمع لنا الغاز في شي بلاصه نقدروا نقطعوا الضو حتى هو. ملي نخرجوا اذا كاين جوج المراحل،
كاين المرحله ديال الوقايه ديك الساعه ملي تتحرك الارض، اش خصنا ندير؟ ندير وقايه لراسي ونشوف شي حاجه ندخل تحتها، الا كانت شي حاجه صحيحه ندخل تحتها. ما كانش كي قلت ندير مع شي جدار، ولكن في الزاويه جدار، ولكن في اللي فيه ثلاثه ديال اللي فيه جوج ديال 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 الجدران والسقف، وربما احسن من انني نوقف في وسط الغرفه. ثم ملي نخرج ملي تزكى الهزه الاولى، ملي نخرج غادي نبعد ديك الساعه من الجدران، ونبعد من الخيوط ديال الضوء، ونبعد من شي بلاصه فيها الماء، العيون ديال الماء، نمشي للمكان اللي هو امن، اللي ما فيه حتى شي حاجه اللي يمكن تطيح عليا، ونتسنى تدوز هذيك الازمه. لا تجي هزات ارتداديه كي شفنا في 8 شتنبر، هزات 20 دقيقه من بعد، ماشي سميتو تعطلات دغيا جات. وبالتالي هذه هي الاعتبارات اللي كاينه.